ولا سبيل للعبد لدخول الجنة إلا به لنيل رحمة الله تعالى، هو التوحيد. كذلك نحن نحب أخواننا الدعاة زي أخونا الكان بيتكلم الآن، الله يحفظه ويسدد ويثبت ويثبت جميع الدعاة إلى الله تعالى. تكلم في التوحيد، تكلم في العقيدة، لأنه ده الطريق للجنة. لو صليت إلى أن ينكسر ظهرك وتصدقت بجميع المال وسهرت الليالي وصمت النهار وأنت تشرك بالله، جنة حرام بالنسبة لك، أنت حرام ممنوعة. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. عشان كذا في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما الموجبتان؟ قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. ما الموجبتان؟ ما الذي يوجب دخول الجنة وما الذي يوجب دخول النار؟ قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، الله بيرحمه بدخله الجنة. ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. عشان كذا ما تغش الأمة، دار تتكلم في الدين ما تغش الناس، تكلم في التوحيد ده طريق الجنة. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، الزول تكلم بالتوحيد وفي النهاية الله أكرمه، قال: يا قوم اتبعوا المرسلين. قال لهم تابعوا الرسل، ما قال لهم تابعوا المكاشفية، التجانية، قادرية، ختمية، كل طرق في النهاية مختلقة، جابوها جديدة ساي جديدة. إياكم ومحدثات الأمور، اتبعوا المرسلين، ده الدرب العتيق وده الدرب المتين. اتبعوا من لا يسألكم أجرا، ما داير منكم أجرا، أنتم ما داير منكم عرضا من عرض الدنيا الزائل، مش يجيك به مخلايا، شايل له مخلايا وملانا باغات جوا وحجبات ومحايات ولاف في البلد ويبيع للناس في المسجد حجبات يبيعوها، القرآن كله بستين جنيه ولا خمسين جنيه، الكتاب بيشتروه في السوق وإن كان لا يباع بثمن ولا يقدر بثمن، كله خمسين ستين جنيه، ويديك حجاب قدر ده بستمائة جنيه وستة مليون، ذي حلوها كيف ذاته كلها وسياخ بتاع الحجبات دي، الناس عجيبين مرة واحد وعلقوك بالأموات، ويا فلان الحقنا ويا فلان أفزعنا، مكاشي وكباشي وصايم ديمة والتوم والبنقة وما بعرف وعويس وتيس وكله كله في النهاية علقوك ببشر. أنا نادي لي بشر يا أخي، زول عنده أمعاء عنده كبد بياكل ويشرب ويمشي الحمام وينوم ويعطش ويجوع ويمرض، أناديه؟ ده أنادي لشنو؟ إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، عبد زيك. أنا عندي تزعة وتزعين اسم بدعو بها الله، أنت داير شنو؟ داير رزق اسمه الرزاق، ليه خليت الرزاق مشيت ليه بتاع حجبات؟ ليه؟ والرزق عين منه؟ أي بتاع حجبات أمسكه قول لي الرزق عين منه؟ عندك انت ولا عند الله؟ طوالي بقول لك عند الله، لو هو زول عنده عقل ان كان ملخبطيننا عنده عقل، الرزق منه بتاع الحجبات عند الله. طيب نطلب من منه؟ نطلب من الله. اذا حجابك ده وهم زاي، معناه شغل فاضي زاي. لو عندك الرزق انت الدين حاجه للرزق، لكن الرزق عند الله، انت تدخلك شو؟ إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين.